السلام عليكم. فاجعة كبيرة، فقدان ديال الواحد الأخ الكبير، صديق، مدرب، مؤطر كبير، سي مصطفى. المكانة ديالو كانت كبيرة وغتبقى كبيرة في القلوب ديالنا، وكذلك حتى في الودادية ديال المدربين، لأن كان من الناس اللي تيسمعوا لهم المدربين، ساعد كثير من اللاعبين باش يطلعوا لواحد المستوى الكبير في الفرق الوطنية ولا كذلك المنتخبات. تفاجئنا كثير لأن ما كناش تنتظروا، ولا في الآونة الأخيرة عاد كنا تكلمنا معاه باش ملي ما جاش لهذا التجمع ديالنا على التكوين ديالنا اللي تندوزو كاف برو، وجاوبنا بان راه غادي يكون معنا عما قريب. و للاسف شنقول لك، فالدنيا هي هادي، المكتوب. نتمنوا الصبر والسلوى للعائله ديالو الصغيره، الزوجه والاولاد والعائله والناس اللي قريبين جدا، وكذلك حتى العائله الكبيره. راه شتي مشاهير، مدربين، لاعبين، صحفيين، اخوان، الناس اللي غير سامعين بيته وما حاضرين الوداع ديالو. ولكن شنقول، فقدنا واحد الانسان اللي مازال عنده ما يعطي، لان كان تيقول من دابا غيخلي التدريب ويدخل الماناجمنت كمانجر كمدير رياضي في شي فريق باش يعطي ما في الجعبه ديالو. ايوا للاسف الدنيا دنيا، هذيك الحياه محدوده معروفة، ربي خلقنا وترجعوا ليه. هذه من الأشياء الإنسان عارفها، غير تيبقى الفراق، الفراق صعب جدا. الله يرحمه، إنا لله وإنا إليه راجعون. زعما كان أخ لنا، ومنين خدينا هذا المشوار ديال الإدارة التقنية الوطنية، من ضمن الأشخاص الأولين اللي كنا باغيين في الإدارة التقنية هو مصطفى مديح، هو الدليل بلي شخص كبير اللي فقدناه اليوم. اولا كنت قدمت تعازي الحاره للعائله الكبيره والصغيره ديال المرحوم مصطفى مديح، واليوم كنودعوا واحد من اطر الكفؤه اللي عرفت هذه البلاد، اللي قدمت خدمات كثيره وجليله للكثير من الانديه المغربيه، سواء في الشمال ولا في الجنوب. ومن جمله هذه الانديه الفريق حسنية أكادير اللي خدم معنا واحد المده، كتربطني علاقه كبيره مع السي مصطفى مديح منذ بدايه التسعينات. ولكن للاسف الشديد ان المنيه والقدر وضع حد الحياة مصطفى مديح في هذه المناسبة. كنعاودو نتقدم للبنات ديالو ومرتو والعائلة ديالو كذلك، وكافة الأصدقاء وكذلك الإخوة في ودادة المدربين، وأحر التعازي، والله يرحم مصطفى مديح. ألو، السلام عليكم. أهلاً وعزاكم واحد أخوة. هنا كنعزيو الأسرة الريادية فهاد الأخ ديالنا السي مصطفى المرحوم، اللي دوزنا معاه كثير ودوزوا معاه اللعابة والفروق اللي داز عندهم، كل شيء كيتألموا عليه. هاد السيد كانت الحاجة ماشي ديالو، اللي عنده شي حاجة كلها كيعطي للعابة، وكيتهلا جميع اللاعبين اللي دازوا عنده. وعزانا عزاكم واحد. اليوم فقدت الكرة الوطنية وجميع مكونات الكرة الوطنية أحد الرجالات ديالها اللي هو السي مصطفى مديح، لهذا سنتقدموا لجميع الأسرة الصغيرة والكبيرة بالعزاء ديالنا، وتنتمنى والله يسكنوا فسح جناتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم كتفتقد الكرة الوطنية أحد الأعلام ديالها اللي هو سي مصطفى مديح. سي مصطفى مديح اللي أعطى الكرة الوطنية لا داخل الفرق اللي دربها، ولا كذلك داخل المنتخبات. سي مصطفى مديح رحمه الله معروف بالجديه ديالو والاحترام ديالو للعمل ديالو واحترام الجميع، وبالتالي كيفرض الاحترام على الجميع، الجميع يحترموه. وفي الحقيقه هذا يوم يعني مؤلم، لان كنفقدوا احد رجالات الكره الوطنيه، وانا لله وانا اليه راجعون. الرحمن الرحيم.
في مثل هذا المصاب الجلل والفاجعة العظمى لا يمكن لنا إلا أن نقول ما قال الله سبحانه وتعالى: إن لله وإنا إليه راجعون. بكل صدق التركيبة البشرية الصغيرة هي في أصلها صغيرة للأطر الوطنية فقدت اليوم هرما من أهرامها ومن أهم أعمدتها. المرحوم مصطفى مديح يضيق المقام عن ذكر مناقبه وخصاله. جوانب التقنية فهو إطار كفء، الجوانب الخلقية هو نموذج للرجل الخلوق الصموت الذي لا يتكلم كثيرا وإذا تكلم قال وأفاد. المرحوم مصطفى مديح عاشرته عبر مواقع متعددة سواء على مستوى المجموعة الوطنية أو على مستوى الأندية، فكان دائما ذلك الإنسان المنفتح الذي يعطيك في كلمة يعطيك فائدة. مصطفى مديح كل العالم يعرف مصطفى مديح، وبكل صدق أتأسف على مراحله الأخيرة من حياته رحمه الله والعزلة التي فرضت عليه ونكران الجميل الذي مورس عليه. على أي حال الله يغفر له والله يرحمه، والعزاء للأسرة الصغيرة والكبيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.